لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا إفك مبين. واضح إفك واضح كذب مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء. هنا هنا لولا حرف امتناع الوجود أم ماذا يعني؟ كان من المفروض أن يأتوا بأربعة شهداء. بالضبط. لا لا لو لولا هذا هو بداية التشريع من الله يرضى عليك. لولا أن هؤلاء لولا أن هؤلاء سبحان الله امتنعوا عن وجود إيجاد الشهداء فكلامهم باطل. أين الشهداء؟ لا يوجد. لا خلاص. والشهيد نقرر قواعد والشهيد هو من يرى الحادث. لا ده له شروط. لا أن يتناقل ويسمع وكذا يعني. له شروط. شروط الشهيد. ده أربعة عميان أربعة عميان في زمن عمر بن الخطاب. نعم. شهدوا على رجل بارتكاب الفاحشة. فأقام عليهم عمر الحد. أربعة. طب أنت شفت إيه؟ قال إحنا سمعت مفيش سماع. لابد مشاهدة. أقام عمر عليهم الحد. هناك ضوابط للشهادة. لا ده الشاهد يكون إيه؟ ثبت. أيوه. عدل. أيوه. ثقة. جميل. غير معروف عنه الكذب. جميل. معروف بالتقوى. الصلاح بالغ عاقل مسلم صحيح الاسلام. الله اكبر. انا اشك ان احنا في يعني منا شاهد منا شاهد لا بد ان الشهاده مش اي حد. لا اله الا الله سبحان الله. هذا سيدي موضوع ضخم. هذا ليس الشهاده هكذا اعراض ناس اعراض البيوت. الاسلام المجتمع الاسلامي لو طبق الاسلام حقيقه لاستراح الحاكم والمحكوم ولا مؤامرات ولا واحد عينه على مش عارف ايه ولا واحد مش عايز يبدأ ابدا. نعم. قضية ابدا. لولا اذ سمعت لولا اذ جاءوا عليه باربعة شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. مش عند الناس عند الله. هم ربما يكونوا صادقين عند الناس. الله يرضى عليه. ربما عند الله. عند الله. عند الله. عند الله كاذب. لان الله عز وجل لا لا العباد عيال الله. صحيح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا أن الله حليم فممكن ينزل صاعقة على الأربعة هؤلاء. أصل في ناس إيه يقول لك يعني إيه ما مشكوا بيشتموا فلان وفلان وفلان وزير الفلاني والعالم الفلاني والمش عارف المسؤول الفلاني هم لو صالحين وكان ربنا ينزل صاعقة على المفترين عليهم دول. يا راجل ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز ما أنزل عليهم صاعقة ولا غيره. لولا الله عز ولولا فضل الله عليكم ورحمته سبحانه. يبقى إذن إيه فضل ورحمة. هذا دليل أن إحنا لا نتعجل الأحكام. إحنا عندنا عجلة في الأحكام. قلت في لطيف سريع لكن أقول أنا نقلت ما تنقل إلي. لا ينقل إلا به. ما لا ما أول ما ينقل لك قل له بينا أو حد في ظهرك يدي معك أربع شهود. يقول لا يقول خلاص تعالى حدك هو كده. لو أقيم حد واحد قال صلى الله عليه وسلم لحد واحد يقام لأمتي في الأرض أفضل لهم أو خير لهم من أن يمطروا سبعين عاما. يا لطيف مطر 70 سنة أو 40 سنة في حد واحد. حد واحد تعطير الحدود مسألة ليست بالهينة. طب أنت المصيبة أن اللص يسرق مرة ومرة يقول لك دلوه 30 سابقة. الحمد لله قوة الله بالله. طب لو قطعت يده يبقى له إيه؟ هي سابقة واحدة خلصة المسألة انتهي واضرب المربوط يخاف السيف. صحيح. سبحان الله. صحيح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه. إذن الكل أفاض فيه. تكلم وخار فاض الماء فاض الإناء سبحان الله. إذ تلقونه بألسنتكم تنقلونه. يتلقى فلان عن فلان عن فلان. سمعت ما قال كل ما عمل المجلس. المجتمع العربي مجتمع نمام. هذا حكم. هذا رأي المجتمع العربي مجتمع نمام. المجتمع الغربي فضلتكم تلومون على المجتمع العربي بأنه كثير الكلام. لأنه كلما ابتعد عن المنهج كلما كثر نمه وغيبته والخوض في الأعراض. مجرد دردشة. هذه الدردشة إن شاء الله إن لم يأتوا برب العباد فالنار مأواه. نصيب بنسلي بعض بال جميل. هو يؤتى له جسد أخويا يوم القيامة يقول له مش ده اكلته ميتا كله حيا سلم يا رب. ويقال للمغتاب
من الذي غتيب ماذا تريد؟ يقول اريد ان اخذ كل حسناته. الله اكبر. ياخذ حسناته. اراضيه؟ يقول لا، اريد ان اطرح عليه كل سيئاتي. سلم يا رب. والمغتاب ان تاب اخر من يدخل الجنه، وان لم يتب اول من يدخل النار. ده المغتاب. اما المفتري وصاحب البهتان قبله، هذا قبله. يا لطيف يا لطيف. لا نقف هنا فصل، نقف فصل ونواصل سمعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، فصل ونواصل، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم استاذ ثاني، بارك الله فيكم. نكمل مع فضيلتكم رحلتنا في سوره النور التي تجلو النقاب عن ما حدث في حادثه الافك. اذ تلقونه بألسنتكم، تتناقلونه، نعم، او يلقي احدكم الخبر الى الاخر، وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا ثلاث مصائب. الأولى تلقونه، تتناقلونه دون بينة، نقل الخبر، نقل الخبر، مجرد أن تنقل الخبر. أنت عارف يقول لك إيه؟ تخيل يا أخي يقول عن فلان الرجل الطيب كذا، أو تلقونه بألسنتكم. لما تسمع تمنع، تلقونه بألسنتكم. وبعدين التكلم بدون علم. وتقولون بأفواهكم يقول أنا سمعت لكم به علم. سمعت. يقول لك أصل السيارة انقلبت في الطريق، هو سمعها كده. يروحوا لصاحبه ايه؟ ثلاث سيارات دخلوا بعض. الرابع يقول ايه؟ هم أصل السيارات دخلت على ايه؟ القضبان بتاع قطار سكة حديد. فالقطار اخذ ايه؟ العشر سيارات، فماتوا 700. اخذ العشر سيارات. الكلام بغير عيب. ثم استصغار المصيبة، وتحسبونه هينا. هينا يعني ايه؟ ده عرض ناس. هذا العرض اغلى عند الله من الكعبة، وهو عند الله عظيم. اغلى عند الله من الكعبة. من الكعبة. كيف؟ عبد الله بن عمر يقول يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. فكما انت تريد هدم الكعبة تمزق اربا، انت تخوض في عرض اخيك المصطفى فتهدمه. يا لطيف يا لطيف. الى هذه الدرجة مسألة هتك الاعراض. الاعراض غارية عند الله. العرض غاري. سبحان الله، لا اله الا الله. العرب والزكاة ما عندنا ربنا الشفتين ليه؟ احنا على طول يعني رويتر للانباء، وكالات انباء. لا يرفض من قول الا سبحان الله العظيم. فالموضوع مصيب. سبحان الله. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا ان سمعتم، لما كنت سمعت الكلام ده كله قلتم. لكن معذرة قبل هذه الآية أيضا في المرة الثانية يقول وهو عند الله عظيم. تمام. ليس عند الناس. لا لا لا، الله عز وجل يقول هو أمر عظيم مثلا عند الله وعند الناس، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى وحق الناس. فالحق مزدوج. الحق مزدوج، لأن ربما لا يعلم صاحب الفضيحة الفضيحة. الكلام يتناقل من خلف ظهره. طب زي ما حصل مع أم عائشة بعد الشهر، ولا تدري ما الذي يحدث. سبحان الله. والناس تتنقل الكلام. طب هنا الافضل ان يذهب اليها الخبر ام ان يحجب عنها؟ يحجب. 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 هو من الواجب كمجتمع. وتلوكه الألسنة. هو لا. هو من الواجب كمجتمع مسلم. قم اهل الحل والعقد والعقلاء. يا جماعة الخير ما ليس هناك بينة. حرام هذا الكلام. هذا كلام لا يتنقل. يقولوا ما فيش دخان من غير نار. وحتى لو انت مالك بالنار والدخان. سبحان الله. تشغل نفسك بالناس ليه؟ تعال عامل لي فيها شيخ وداعيه وقطب وامام وكل حاجه. جميل جميل. تعال هو نقب. هو هذا المتكلم هذا نقب عن قلبه، هو نفسه الخائض هذا. وليس فيه حقد ولا حسد ولا ضغينه ولا خوف من 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 من, من, من الناس، وخوف من الغد، وكل الامراض الاجتماعيه والنفسيه والدينيه موجوده في قلبه. لو شغل نفسه بها ما شغل نفسه بعرض اخيه المسلم. طيب هل طبق صفوان بن المعطل وأمنا عائشة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبوا مواضع الشبهات لما قال للصحابيين على رسلكما إنها صفية؟
جميل. درأ بنفسه او تجنب موضع الشبهة. هل صفوان بن معطل تجنب هذا الموضوع؟ لا، صفوان عندما كان منفردا في الصحراء جاء بام المؤمنين عائشة وضعها في هودجها وما رأى منها شيئا، ثم سار امامها ما كلمته وما كلمها، هي قالت ما كلمني. لا، فلما دخلت الى المدينة من في الهودج؟ قال ام عائشة. خدت الجبل الله. يعني كيف يرد وكيف يتكلم يعني الله. والانسان عند سوء المن في الهودج سؤل، فصدق الخبر. نعم. خد الذه. انا واحد البريء، البريء خد الذه. لو انه انسان اخر ماذا كان يقول؟ لا احد. هو كان في فريق التفتيش الدولي يعني الاسلحه النوويه؟ لا، ولا حد يفتش وراه، ولا حد يفتش. سبحان الله. لكنه صادق.